تعالوا بقى نروح لأواصر الصداقة والمحبة يعني والمودة المتبادلة من قديم الأزل ما بين النادي الأهلي وأي طرف تاني في الجملة أو في المعادلة. امبارح طبعا تأكيدا لهذا الأمر كان في زيارة حقيقة جميلة جدا الحقيقة من نادي سموحة، طبعا وفد من نادي سموحة السكندري اللي زار بالأمس مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وتعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر من خلال التقرير ده. اتفضل. أنا اتحادوي بصراحة بس بعشق النادي الأهلي، ولي علاقات طيبة جدا بكابتن محمود الخطيب، ليه مواقف إنسانية جميلة جدا بالنسبة لكابتن بوب الله يرحمه، بالنسبة لكابتن الجويني، في حاجات كتير كتير كان بيعملها لنا كابتن محمود الخطيب سواء كان لاعب أو وبقى رئيس النادي، ففي محبة كبيرة جدا. وبعدين الحادث بتاع حسن مصطفى، أنا كنت موجود في الملعب فلقيت أول ناس نزلوا ويشيلوا المصابين بتوع نادي الاتحاد كانوا لعيبة الأهلي وكانوا الإداريين بتوع الأهلي والإدارة الفنية بتاعت النادي الأهلي. فإحنا بنعشق حاجة اسمها الروح الرياضية والحاجات الجميلة اللي بيعملها النادي الأهلي. طبعا إحنا سعداء جدا إحنا متواجدين في نادي الأهلي فرع الجزيرة، الفرع الأم الرئيسي اللي هو شرف ان اي حد يكون موجود فيه. الاهلي هو رمز اداري ورياضي لا يخفى على الناس كلها طبعا في افريقيا وفي الدول العربيه وحاليا طبعا في العالم، واحنا سعداء ان احنا من نادي سموحه موجودين لتوضيد اواصر العلاقه الطيبه الموجوده بين مجلس اداره الناديين وبين اعضاء الناديين. في جدول الزياره ان شاء الله النهارده دعوه كريمه ان احنا نزور فرع الشيخ زايد اللي هو احد اكبر الفروع، تقريبا 128 فدان، ضعف تقريبا مساحه نادي سموحه. وطبعا احنا هنشوف وهيكون في اوفر بالنسبه للعرض لاعضاء نادي سموحه ان احنا ان شاء الله الحابب ان يكون عضو شرف ليك في النادي الاهلي طبعا احنا بنرحب. ورمز النادي الاهلي رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، اسطوره الكره المصريه طبعا، واحنا سعداء وكنا نتمنى نتشرف ان احنا نشوفه ونقابله وان شاء الله نشوفه على خير باذن الله. حابين ندعم العلاقات طبعا الطيبه وان احنا يبقى بيننا وما بين النادي الاهلي علاقه وريليشن كده، نبقى دايما باستمرار يعني احنا نيجي. وانا مبسوطه جدا ان هم رحبوا بينا الترحاب الجميل، وده شيء مش غريب على النادي الاهلي، وطبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب طبعا، وده حاجه جميله جدا. احنا فرحنا جدا ان احنا موجودين في النادي الاهلي، كان لازم ان احنا يعني اقل تقدير يعني ان احنا نهدي النادي الاهلي درع من سموحه او من لجنه الامن والسلامه، وان احنا مبسوطين ان احنا موجودين. احنا شاكرين جدا اولا حسن استقبال يعني من المهندس وليد والدكتور سعد على الاستقبال الجميل، وطبعا بنشكر طبعا يعني قبول الدعوه من لجنه الامن والسلامه برئاسه المهندس احمد الغامري. فطبعا شرف ان احنا نتعاون مع النادي الاهلي بقياده طبعا الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، اللي كل واحد يعرف قيمه كابتن محمود الخطيب. وطبعا احنا اللجان كلها يعني على اتم الاستعداد ان احنا نتعاون في تدشين التعاون، يبقى التعاون مثمر بين اللجان النوعيه بقى نادي سموحه الموج الازرق وبين النادي الاهلي طبعا. يعني نتمنى وانا بصفتي رئيس اللجنه الثقافيه في نادي سموحه طبعا احنا عاملين بروتوكول تعاون مع الصروح الثقافيه في اسكندريه زي الاوبرا اسكندريه، مكتبه اسكندريه، وعلى استعداد ان احنا نتعاون برضو مع اللجنه الثقافيه في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يعني زعيم الكوره في افريقيا وفي مصر والوطن العربي، والنادي الاهلي علاقته طيبه بجميع الانديه على العموم، وطبعا ما حدش يعني خافي على حد علاقه النادي الاهلي الطيبه بنادي سموحه وعلاقه الكابتن خطيب وعلاقه المهندس فرج عامر. وفد نادي سموحه اتكرموا الاسبوع اللي فات وتواصلوا معانا وقالوا انهم حابين يجوا يزوروا النادي الاهلي، ومتواجدين دلوقتي هنا في الجزيره، هيعملوا جوله بعد كده جوه النادي ويتصوروا مع دولاب الكؤوس. لما قلنا قبل كده في حلقه من تقريبا اسبوعين لما كنت بتكلم مع حضراتكم ان النادي الاهلي او دولاب البطولات بالنادي الاهلي بيكون مزار بجد بيكون الاتفاق عليه من الناس اللي هي جايه وبالذات من الدول العربيه طبعا، اللي بيجوا يزوروا القاهره بيبقى مزار او دولاب بطولات النادي الاهلي من المزارات اللي هم بيبقوا حابين يروحوا يتصوروا معاها. وده مش كلام كنا بنقوله كليشيه او طالعين بنقول حاجه من خيالنا او بنمجد بيها نفسنا، لا ده واقع موجود. فقصه كمان ان انت تلاقي علاقه طيبه بهذا الشكل، ان كمان انديه اخرى محليه ومصريه لما بتيجي تزورك كمان بتحب ان هي، ويعتبر على فكره نادي منافس برده، ما هو سموحه نادي في الاول في الاخر منافس النادي الاهلي يعني، والمنافسه ما فيهاش حاجه وحشه، المنافسه طبيعيه، منافسه رياضيه، ده شيء يعني كويس جدا وشيء
يعني ايجابي جدا، ولكن فكره ان انا كمان اروح اتصور مع دولاب بطولات النادي المنافس ليا اعتقد برضو ده شيء محترم بشكل كبير جدا. وغير كده بروتوكولات التعاون بين الانديه اصلا موجوده، ونتمنى يكون موجود بين النادي الاهلي والانديه كتيره. يعني مثلا من بروتوكولات التعاون الموجوده في نادي السيد المصري ونادي سبورتنج، انت عارف كده يعني انا من نادي السيد ممكن اروح نادي سبورتنج بالكارنيه والعكس صحيح، حاجات اللي زي كده موجوده كتير يعني، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا، بتبقى روح برضو كويسه او شراكه جيده جدا بين طبعا الانديه المختلفه يعني.